بلغنا الجانب الاسرائيلي انه بدو يقصف منزل بجوار المدرسه. ابلغنا المدرسه كلها تخلي على مستشفى ناصر. وبدات الناس تخلي خلال ربع ساعه كان كل المدرسه مخليه تقريبا 950 نازح فيها. 950 نازح نزحوا على المدرسه على مستشفى ناصر. نزح بعد نص ساعه تقريبا قصفوا منزل بجوار المدرسه. ورجعنا بعد نص ساعة على المدرسة على الصف تبعنا، لقينا الصف بالشكل هذا مدمر الصف.